like the flowers bending in the breeze. Man will be, sway with ease. Sway with me at the whiskey. Stay with me and sway with me. يعني شركتك في معرض باك تو ذا ارت وتعرف الناس برضو بحضرتك. مثلا حضرتك، انا اسمي محمد عبدو، خريج الاقصر 2009 قسم جرافيك. بعد التخرج ما كانش ليا مشاركات كتير في المعارض، يعني كان معظم المشاركات بتكون في المعارض اللي هي مسابقات. انقطعت فتره كبيره عن الشغل، طبعا مش عن الفن ولكن يمكن عن المشاركه. بس انت شغال بتكنيكين مختلفين، تكنيك حفر وتكنيك تصوير، فانت مشارك بتاع حفر وتصوير. الحفر طبعا هو يعني ده بالنسبه لي هو المجال الاساسي في المشاركات، لان انا خريج قسم جرافيك. بالنسبه لي التصوير هو الشيء مستجد عليا، انا كنت طبعا يعني بس انا شايف انت متميز حتى في الحفر ومتميز في التصوير. الله يكرمك، والله دي اول حاجه بالنسبه لي يعني، والحمد لله انها يعني ومختار مجموعات غنيه تشد الواحد من بعيد يجي يشوفها. والله هو الحمد لله توفيق يا عم الله، انا كنت مستمتع بالشغل، انا ما كنتش حتى يعني حاسب انا هعمل ايه. الفكره كنت يعني اغلب شغلك كان حفر ولا تصوير؟ لا حفر، ما يعني ما كانش جميعه حفر، يعني كان في برضه شويه رسم بس كان قليل يعني ما كانش كتير. بس هايل، ونتمنى لك التوفيق ويا رب نشوفك في معرض سولو قريب ان شاء الله باذن الله. مش عايز تقول اي حاجه ثانيه؟ اتمنى. شكرا ربنا. رايك ايه في المعرض؟ هايل يعني، التنظيم كويس جدا، وخصوصا كمان يعني البروبوزل المكتوب في عن المعرض، يعني انا حسيته متفصل عليا بالظبط، يعني الكلام المكتوب ان الناس انقطعت والاسباب تعددت و و، ولكن كان في حنين ان احنا نرجع لان احنا بنحبه فعلا، لان احنا انشغلنا بحاجات ثاني. هو الفكره دي بتاعت المعرض اصلا، الفكره القائمه عليها المعرض، وانا شفت هنا برضو نماذج من الناس اللي انا يعني اعرفهم معاصر ليهم، فعلا كانوا منقطعين برضو فتره كبيره ورجعوا تاني. بس انا مايا رافا، خريجه فنون جميله اسكندريه. الشغل عن الباترفلاي ايفكت، عن قد ايه حركه بسيطه ممكن تغير في حاجة كبيرة قوي، ممكن تكون جزء يعني لو حد عمل جستشر بسيط أو حضن بسيط ممكن يفرق في رد فعل الشخص اللي قدامه، ممكن يكون من شخص عدائي لشخص محب جدا. إن حركات بسيطة دايما هي اللي بتفرق معانا، ممكن يكون الإنسان جواه شعور ولما اللي قدامه يعمل حركة. بس انت دايما بتعملي شغل فيه ابستراكت، جزء كبير فيه منه ابستراكت، وبعد كده بتطلعي منه شويه فيجرز. بالظبط، لاني بحس المساحات والالوان هو زي العالم اللي احنا عايشين فيه. هي تحس برضو انها برضو حاله انفعاليه على سطح اللوحه. لان از ماتش از ان اللون يعني مش بحبه املس قوي، عشان هي الحياه فيها حركه، فبحس ان اللون محتاج كمان ياخد اللي بيتفرج في حركه معاه. في توهج في اللون مع الكونتراست مع الاسود مع الحاجات دي كلها، ففي حاله حاضر في لوحاتك. يا رب تكون وصلت. حاله جميله جدا، ونتمنى لك كل التوفيق ونشوفك قريب في معرض سولو. ميرسي جدا. شكرا. فرصه سعيده جدا. فنان مصطفى جلال، اهلا بيك. اهلا بيك. واتكلمنا عن مشاركتك في معرض باك تو ذا ارت. اهلا بيك. وتعرف ناس بيك برضه بعد اذنك. انا من اسكندريه، فنان تشكيلي، اتخرجت سنه 2013 قسم تصوير. بس اشتغلت في البينتنج، اشتغلت في الجداري، ساهمت في معرض اتعمل لفان جوخ اسمه ووك ثرو، كان بيتعمل فيه اللوحات حضرتك بتمشي جوه. بتشتغل كولاج. حاليا بشتغل كولاج. حاليا الكونسيبت بتاعتي لقيت ان اللي بيخدمها الكولاج هي عباره عن يعني بتكلم عن القرارات اللي الواحد بياخدها في حياته. يعني ده عموماً يسمى كولاج ولا فوتو مونتاج؟ لا هو كولاج اكتر. كولاج. كولاج وميكسد ميديا، عشان في حاجات بيتنج داخله فيه بس. فهو ده موضوعي عن الافكار والقرارات اللي الانسان بياخدها في حياته، عايز يخش في مجال معين، عايز يخرج من مجال معين، اجبر على حاجه معينه مثلا فخرج منها، عنده شويه افكار وحشه في دماغه، فعشان كده تلاقي حتى اللوح كلها في ورد على دماغهم وكده، دي بتعبر عن الافكار الورديه يعني اللي عندهم، او حاجه عن الافكار اللي هم مفكرين ان هم لما يحققوها هتبقى حاجه كويسه. ففي ناس بتدخل في دوائر بتلاقي ان الدوائر دي كبيره عليها زي اللوحه اللي فوق دي كده مثلا،
تمام يعني بتبقى حاجه مش مقاسه وحاجه كبيره عليه بس. فهي الكونسبت يعني بايجاز يعني انت موظف الكولاج في فلسفه خاصه بيك وبرؤيتك انت بشكل جميل، وانا شايف ان هو اعمال متميزه جدا. شكرا. محمد خميس، اهلا بيك في جاليري ذا ارتس هاب، واتكلمنا عن مشاركتك في المعرض النهارده. اهلا بيك. انا محمد خميس، خريج ديكور دفعه 2000 اسكندريه. انا الليستريتور اصلا، برسم كوميكس، دي كانت بدايتي. ودلوقتي عندي تجربات جديده تعتبر كلها بينتينج واكريليك على كانفاس. طبعا تجربه فيها كذا نوع واتجاهات مختلفه، في جزء فيها زي الفيستيفال بتاع الجيمز والالعاب وكده، وفي فاسينيتد شويه بالشيبس والشيدز بتاعت الشيبس دي والموفمنت ما بين حركه الاثنين مع بعض يعني. بس الالوان المميزه عندك انها اقرب لانها تكون صريحه يعني. لان انا مهندس ديكور اصلا، ف يعني لعبتي الالوان اكتر، ويمكن دي بتشبع رغبتي قوي في حته ان انا اطلع الالوان اللي انا نفسي اعملها، ممكن اكون ما اقدرش اعملها مع كل كلاينتس يعني. فضيل محمد خميس، بالتوفيق دايما، ونتمنى ان احنا نشوفك قريب في معرض سولو. اهلا بيك يا فرصه.